شويه بقى لسه بقى مش شايل العشرة اللي هو بس اهو نعمل تاني ماشي شويه مش هنا معاكم في نعمل تاني بس امو صح حضرتك صلى على النبي يا شيخ وسط المريدين المريدين العارف بالناس ده احمد العدوي شويه بس هم بس لما يعمل شريف حضرتك متعود بقالك سنوات طويله وطعام الطعام هو كمان اطلاء لغضب الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله. يعني اليوم ونحن في حضره العارف بالله وغدا الليله الختاميه لهذا المولد المبارك انا حاج شريف بحبك وانت بتعمل الحاجه غير ده بايدك وبنفسك يقول يحسدك ازاي؟ بص بقى انا بقى حصلنا يعني انا حررت نفسي على حد بشوف حضرتك بتستخدم الشيفات الكبار هنا في مدينه طنطا يعني كمان مرايبه كلها. قول لي بقى مولد السيد البدوي بيتشكل عند الحاج شريف ايه؟ والله عادي يعني وانا اهم حاجه الناس اللي بتيجي الزوار يعني اهلنا وحبايبنا يعني ما فيش ناس معينه كل الناس الموجودين اللي بتيجي احنا عاملينها لاي حد زي ما انت شفت من شويه كده اللي عايز يعني هنبدا من دلوقتي لاخر ايام المولد هنبدا احنا عملنا بس ده كان تيست كده الاول كده بنشوف الناس هيتم التوزيع كمان ساعه تمام العارف بالله سيدنا احمد البدوي بيمتد نسبه الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل يقول يا ال بيت نبي يا ال بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله يكفيكم من عظيم الفخر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وهذه الوجبات الطيبه يقوم بتوزيعها الحاج شريف على مريدي ومحبي مدينه طنطا القادمين الى زياره العرب المصري احمد البدوي يعني متغير مش عادي موقع بصراحه زي ما انتم شايفين كده كم عدد الناس اللي متواجدين هنا من بدايه توزيع لقاحات السندوتشات على مريدي ال البيت بساحه شيخ العرب من الحاج شريف المشبيشي دي كل الناس اللي تحب تقول ايه للي حابب انه يعني يعمل عمل خير زي حضرتك كده وفضل اطعام الطعام الله يعمل وما يهمكش ما تخافش اعمل وزود ولا يهمك ربنا كريم ويرزق حاج شريف احتفال المولد السنه دي غير كل سنه بقى له ثلاث سنين يعني متوقف هو السنه دي رسمي يعني الثلاث سنين اللي فاتت كان واقف السنه دي معمول مولد رسمي التوافد والموردين من كل المحافظات كتير السنه دي انت شايف بتعمل ده كل سنه ولا دلوقتي بس؟ احنا بمزاج كده عشان انا جوزائي بتاع برج الجوزاء الجوزاء ده مزاجاتي كده يعني انا اول بكره اعمل انزل اعمل مش واقف على بتقرر في وقتها يعني شريف يعني كذب المنجمون ولو صدقوا يعني الاعتقاد في مثل هذه الامور يعني اعتقاد غيبي ويعني النهارده عايزين بقى نتفرج منك على السجق حاج اشرف المتابعين عايزين يبصوا لنا على السجق كده بصه مصر يطمنوا كده قول بقى ايه كل مولودين البيت اللي بيجي من كل محافظات مصر هنا في
السيد البدوي انت وش وش النوابك بتاع ورا شويه وربنا سؤال دلوقتي بيقول ليه حضرتك اخترت السجود وال هيديك ما يتعمل اصلا اليوم يعني عشان احنا في الوقت ده عشان طبعا يا مشاهدي موقع بصراحة بشكركم شكرا جزيلا متابعينا على قناة الصينية على طريقكم جميعا في رعاية الله فنحن من محافظة الغربية بمدينة طنطا تحديدا ساحة السيد البدوي ومع الحاج شريف البجبيشي يعني نفحات لكل مريدي آل البيت هنا بدرية شيخ العرب بطنطا بشكركم متابعينا على طريقكم جميعا في رعاية الله